تواصلنا مستمر والانطلاقات متواصلة، التحديات أيضا مستمرة، شوطا تلو الآخر ينطلق هذا الشوط خاصة بالصعوبة. نزهير مع المركز الأول سيد هناك على قيادة هذا الشوط وعلى البداية الأولى. مشاهدينا الكرام، الشاهنية حمد بن مسلم بالزفنة العامري، بينما المركز الثاني التواجد والقدوم. مشاهدينا الكرام، الشاهنية أحمد بن محمد المالكي تتواجد على المركز الثاني، غيرت على الصدارة المركز الثالث. هناك الحضور من قبل الشاهنية محمد بن راشد بن فري، بينما التقدم والحضور من كسابة. كسابة تتواجد السيد سالم بن راشد الكاسبي، بينما الوصول والتقدم مشاهدينا الكرام من اللي حاضره، ولكن مقدمة هذا الشوط مع البداية الأولى مع المركز الأول. أروح مع الصدارة مع القيادة، طارت الشاهنية أقلعت على الصدارة الأولى بأيضا أشواط الصعوبة. شوطنا الثاني لإذن الأبكار ما شاء الله، ولكن كسابة ما شاء الله نعود مع الشاهنية. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، يا أرض احفظي ما عليك. ما شاء الله طارت الشاهنية إلى هالي الدريز، إلى هالي الدريز. سلام يا القابل، سلام، سلامي على هذا الأداء، سلامي على هذا الحضور. أحمد بن محمد المالكي يمتلك الفوز والانتصار بهذه النوعية الفاخرة، بهذا الأداء الجميل، بهذا الرقص المميز الملفت. تهانينا والناموس للسيد أحمد بن محمد المالكي على فوز الشاهنية بهذا الشوط ما شاء الله. كسابة على المركز الثاني لسيد سالم بن راشد الكاسبي، والمركز الثالث هناك من وصلت فيه للسيد أيضا شعار المنصوري، أيضا عوايد للسيد يابر أو شعار الأحبابي للسيد يابر 127 للسيد يابر بن محمد الأحبابي. متوقيت دقيقتين و16 ثانية.